وفقا للمفوضية الأوروبية، يتم تقييم كرواتيا في غضون عام واحد من تاريخ التطبيق لمكتسبات شنغن. ماذا يعني هذا الكلام، وما هي المحددات التي يتم وفقها التقييم؟ من الواضح أن الطلب الذي قدمته كرواتيا بانضمامها إلى اليورو، وهذا الطلب الذي قوبل بالموافقة من طرف كل الأعضاء، على عكس طلبي رومانيا والدول الأخرى التي لم يتم قبول هذا الطلب. بلغاريا، باعتقادي أن المعايير التي المدرجة في الاحترام مثل هذه المعايير التي موجب احترامها قد توفرت في طلب كرواتيا. إذن فهذا الدخول كرواتيا على تقريبا دخولها منذ 2013 إلى مجموعة الاتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك تدخل وتصبح ضمن عملتها عملة اليورو. إذن فهذا اعتقادي أن المواصفات والمعايير قد توفرت في ما يتعلق بالمنظومة القضائية القانونية الحقوقية الاقتصادية، كلها تمثلت أو تكيفت مع التشريعات الأوروبية، ولهذا هذا الطلب تم قبوله. ما هي المكتسبات التي ستعود على كرواتيا وتجعل المفوضية الأوروبية تصف هذا القرار بمعلم تاريخي في حياة كرواتيا وأنه يوم تاريخي؟ بكل تأكيد هو اليوم، عندما هذا الطلب على عكس طلبات أخرى تم رفضها، هي قد مكسب بالنسبة للطرف الأوكراني. لماذا؟ الطرف الكرواتي عفوا، لأن اليوم ما يشهده اقتصاد كرواتيا والتضخم، هذا ارتفاع نسبة التضخم، هذا الانضمام هذا في اعتقادي، وأن الكثير من المختصين في الجانب الاقتصادي أنهم يقولون بأنه سوف تكون مواجهة حقيقية لهذا التضخم. معنى ذلك أن دخولها سوف يسهل جوانب عديدة، وسوف يفتح استثمارات ويفتح الباب أمام استثمار، خاصة ما تعلق بالسياحة. لماذا؟ لأن هناك هذه الحدود التي هذه المعابر التي سوف يتم إلغائها، وبالتالي تسهيل عملية الحركة، تولد عملية سياحية وتدفع المشاريع السياحية، هذا الذي سوف يدفع بالاقتصاد وسوف يواجه هذا التضخم الذي تشهده كرواتيا. هو بالفعل دكتور خلف الله، منذ الإعلان عن هذا الخبر، وكان هناك توقعات في قطاع السياحة تحديدا بانتعاشة كبيرة. أعود إلى الخبر الآخر المتعلق بتسلم السويد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، هل هذا يشكل فارقا أو في ترتيب الأولويات لدى الاتحاد الأوروبي أو مواجهة التحديات التي تواجهها القارة؟ لا، أنا في اعتقادي أن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هي رئاسة دورية ومتعامل بها، فهي مدتها حتى المدة ما هي ليست بالمدة الطويلة، هي 6 أشهر فقط، وهذا الرئاسة هي يتم تدويرها لتحقيق نفس الحقوق ونفس لا يمكن أن تكون الرئاسة محصورة على بعض الأطراف التي تعتبر مؤثرة في البيت الأوروبي حقيقة، وهناك دول حقيقة هي تعتبر ركائز واضحة في الاتحاد الأوروبي، ولكن الرئاسة الدورية هذه تعطي لباقي الأعضاء نوع من الأهمية ومن المسؤولية، أيضا تكون هناك مسؤولية، نتكلم على أن هؤلاء الأعضاء لا يبقون على الهامش، بل هذه الرئاسة
تفتح الباب أو تعطيه نعم، لكن العضو. رئيس الوزراء السويدي بدأ متحمسا فيما يخص القضايا التي سيليها الأهمية، كالحرب الروسية الأوكرانية، تغير المناخ، الاقتصاد والتحديات الاقتصادية. هل هذا يشكل فارق؟ اعتقادي أن الرئاسة، رئاسة الاتحاد الأوروبي، كل من تداولت هؤلاء الأعضاء الذين تداولوا على الرئاسة، يعني نتكلم على منذ الأزمة 24 فيفري العام الماضي اللي هي الأزمة الروسية الأوكرانية، هناك أعضاء كانت لهم هذه الأولوية، وكان الملف الأول ملفات عديدة، يعني في الحقيقة ربما نقول أن السويد اليوم، لكن الأعضاء الذين تسلموا رئاسة في الفترة الحرجة، وهي كيفية إيجاد بديل للطاقة الروسية، هذه كانت كلها تحديات، ما زالت التحديات مطروحة، وأمام ارتفاع الأسعار، أمام الدعم الأوكراني، أو ما كيف يستطيع الاتحاد الأوروبي أن تكون له إسهامات في إسهامات إيجابية في حل الأزمة الروسية الأوكرانية. هذه هي في اعتقادي تبقى كلها تحديات، ما لا يمكن أن تتميز بها السويد أو غيرها.